قام وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بزيارة لجهة فاس مكناس قصد الاطلاع على سير أوراش مشاريع فنية وطرقية على مستوى إقليمي ملاعقوب وتونة. تفاصيل أكثر مع سعيد معواج ومصطفى الزهيري. زيارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على مستوى إقليم ملاعقوب، اطلع خلالها الوزير على الأشغال وسير الأوراش المتعلقة بتقوية الطرق الإقليمية وإصلاح أضرار الفيضانات بخمسة محاور، إضافة إلى تكسية الطريق الإقليمية وكذا رفع أضرار الفيضانات عن 48 نقطة سوداء بالإقليم. عندنا تقريبا 750 كيلومتر اللي غادي تقاد، وعندنا اكثر من 22 منشاه فنيه، يعني جسر الى غير ذلك. فهذه كلها تتبين انه كاين واحد الجهد كبير في اطار العشرانه ديال الطرق، في اطار ان هذه الطرق تولي الطرق سالكه ويكون عندها بطبيعه الحال وقع ايجابي على التنميه السوسيو اقتصاديه. كما عرفت الزيارة المواكبة للأشغال البنيوية لإقليم تونت الاطلاع على أشغال عدة محاور طرقية إقليمية جهوية ووطنية، والتي تضمنت تكسية أزيد من 120 كيلومتر وتقوية أزيد من 600 كيلومتر بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار و100 مليون درهم. احنا حاليا متواجدين بين الطريق اللي كتربط بين القريه وتونت، وبالخصوص كتربط بين الطريق الجهويه 546 و408 اللي الطول ديالها تقريبا واحد 15 كيلومتر، اللي خصت الوزاره واحد الميزانيه 37 مليون درهم. هذا الربط هو طريق مهيكله، هذا الربط مباشره تونت مرورا على الطريق الجهوي 408 ووصل القريه بن محمد. زيارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وإلى جانب العروض التوضيحية المقدمة له بالمناسبة، وقف خلالها على أوراش إعادة منشأة فنية بكل من وادمزاز وإناون، كما تعد آلية استباقية على مستوى إقليمي ملاعقوب وتونات المعروفان بانجرفة التربة والمعاناة من الفيضانات.